Vitesse. Instantané. À un instant T. À un instant T. Juste moulah, je vais faire comme le farc, une vitesse moyenne, vitesse instantanée. Qui est de la vitesse de la carte? يجري مرة في 80 مرة في 90 مرة في 100 مرة في 120. نقول في القداش يجري صاحبنا، نقول راه يجري في معدل 90 كيلومتر في الساعة، راه بين 70 و 120، دونك يجري في معدل 90 كيلومتر في الساعة، مرة يطلع عليها ومرة يهبط، هذاك الفيتاس موين. نقول لك انا فيتاس انستونتاني اش معناها؟ نحب انا فيتاس ومع نص نهار ودقيقة قداش؟ تقول لي راه 95 كيلومتر في الساعة. دونك فيتاس انستونتاني هو يعطيني الفيتاس في اللحظة الزمنية هذيك اللي انت طلبتها. الفيتاس موين هو يعطيني فيتاس معناها شمولي على مدة زمنية اللي انت قضيتها تسوق ولا اللي قضيتها الرياكسيون. دونك نحن مثلا لهنا كي خرجنا فيتاس موين، خرجنا فيتاس موين اونتر 6 اي 12 مينوت، لقيناه 0.16 10 موان 3، هذا الفيتاس موين. كي نحبوا نشوفوا الفيتاس انستونتاني معناها في لحظة معينة بيان بريسي، شنو نعملوا؟ أول حاجة لهنا باش نشوفوا ديتيرميناسيون جرافيك، كيفاه جرافيكمون خرجوه لهنا ديتيرميناسيون جرافيك. درس ساهل برشا، راه ما في حد شيء، جوست شوي تركيز وكهو، ان شاء الله ربي ينجحكم. دونك لهنا ديتيرميناسيون جرافيك كالعاده، انا باش ناخذ لافونسمون تاعي اللي انا نعرفه يمشي ويطلع حتى كش يوصل الفالور بيان بريسي. دونك الكورب نتاعي عندي لهنا اكس اللي هي اون مول، وعندي لهنا تو مثلا اون سكوند، نبدلو تو ها تو اللي باش ناخذ اون سكوند ولا ناخذ اونور، او باش ناخذ اون سكوند اس اللي هي سكوند. الكورب نتاعي باش يكون هكا، باش يكون يمشي هكا، يمشي طالع 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 طالع، وبعد يعمل هكا ويولي كونستانت، يوصل المرحلة يولي ما عادش الاكس نتاعي ما عادش تزيد، اللي هي نقصد بها الاكس فينال اللي هو مرانا معناه ساي رياكسيون اليكيليبر، راهو ما عادش فما زيادة في الاكس. قولوا لهنا وصلت مثلا فالور معينة باه. فرضا انا طلب مني باش نحسب الفيتيس انستونتاني، فيتيس انستونتاني الانستون مثلا دو مينوت لهنا، فرضا لنا انا عندي لنا دو كات سيس ويت ديس وانا ماشي. فرضا هو طلب مني باش نحسب له الفيتيس انستونتاني في الـ في الـ في الـ في الانستون مثلا 6 سكوند. اول حاجه الساعة فيتيس انستونتاني نكتبوها هكا، في تي اللي هو ديريفي دو اكس بارابور او طون، معناها ديريفي دو لافونسمون بارابور او طون، معناها كيفاش خرجوه؟ نخرجوه بالتونجونت، معناها انا تو فرضا باش نحسب الفيتيس الانستون تي اللي هي ايكال 6، نعمل هكا نطلع بها السيس، السيس ما يتقطع لهنا الكورب ولا نجي ديريكت من هنا من البوان اللي انا خرجت لي هذه الطريف، هذه نحسبها عباره مستقيم اللي بجنب الكروه اللي عملته، ونعمل تونجونت. متفاهمين؟ دونك انا شنو عندي؟ عندي مثلا هذوما باش ناخذ بار اكزومبل، لان عندي الاكس تيغال 1 لان تيغال 2 لان تيغال 3 لان تيغال 4 5 6 وانا ماشي. فاهمين؟ حتى كش نقولوا نحن 6 6 مول باه. انا اول حاجه اش عندي؟ عندي لانستون تي هذه ايغال 6، ولهنا بالنسبه لانستون تي ايغال 6 شنو هي قبلها؟ قبلها فالور لهنا اللي هي جايه بين 5 و 6، باش نعتبرها انا مثلا الفالور هذيك هي 5 فيرجول 5 مثلا، 5 فيرجول 5 مول باه. التونجونت اللي عملته انا تقاطع مع الاكس وين؟ تقاطع مع الاكس في الفالور هذي. دونك اش عندي انا تو؟ عندي الفالور هذي اللي هي تقابل لانستون شني؟ تقابل لانستون زيرو. متفاهمين؟ دونك نجي الفيتاس نتاعي كيفاش نحسبه؟ نعمل هكا بالضبط، فيتاس انستونتاني باش يكون في، اول حاجه عندي الفالور الاولى اللي هي الفوق هذه 5.5 الا الفالور الثانيه شنو هي؟ 3. كالعاده بعد ما قسمت هذم على بعضهم
ناخذ هذه الفالور نتاع الطوم نتاعها اللي هي 6 وبتبيع نعرف التروال فالور نتاعها 0 معناها ما فماش علاش باش نطرح من 0 ونجي لهنا لهنا بتبيع الفيتيس الانستون 6 سكوند دونك ونجي لهنا بالكالكولاتريس ساهل برشا نحسب 5.5 الا 3 لهنا 5.5 الا 3 تجيني 2.5 نقسمها على قد ايه نقسمها على 6 تجيني الفالور تجيني 0.41 دونك لهنا الفيتيس نتاعي يجيني 0.41 كالعادة مول سور سكوند يعني نكتب سور سكوند بحكم انا قسمت نمبر دو مول على طون نمبر دو مول بالمول والطون بالسكوند مول على سكوند يا نكتبها هكا يا اذا ما نحبش نكتبها هكاك نكتب 0.41 مول سكوند مونزا هذا هو الفيتاس انستونتاني او باش نزيدو نعملو اكزامبل اخر في الكام تاعنا الاولانيه هذا نتاع الكورب الاولاني باش ناخذ مثلا انا نحب نحسب الفيتاس انستون بار اكزامبل 5 هذه باش ناخذ مثلا الانستون هذه ولا ناخذ انستون لهنا مثلا الانستون هذه اللي هي نسميها 2 على فان ابري 2 مينوت باش نجي نحسب الفيتاس في الانستون هذيك اش نعمل كالعاده نطلع لهنا ونشوف اشني تقابل هذا ابري تقابل لي 2 تقابل لي حكيت 12 ممكن 12 13 10 ديني 1.3 10-3 ديني 1.3 10-3 مولنا 10-3 وبعدها 2 10-3 هذه ابري 1.3 10-3 عندي الفالور نتاع 2 نتاعي لانستون تي شنو يقابلها الاكس مول كالعاده نفس البرانسيب نجي لهنا في لانستون هذه ونصور التونجونت نتاعي التونجونت نتاعي التونجونت نتاعي قطع لي في النقطه هذه النقطه هذه اللي هي تقابل ابري 0.4 10-3 بالنسبه للاكس وبالنسبه للطون تقابل 0 تفهمين هي تجي لفوق 0.4 وبالنسبه للطون بتبيع باش تقابل 0 كي نجي باش نحسب انا الفيتيس الانستون اللي هي 2 ما هو الخدمه كلها تو باش تصير الانستون 2 دونك نجي نكتب فيتيس الانستون 2 شنو هي 2 مينوت 2 مينوت شنو هي تساوي تساوي ناخذ الساعه الفالور هذه اللي هي كوريسبون ل 2 اللي هي هذه نكتبها ش عندي 1.3 نكتبها 1.3 10-3 هي تقابل ان انستون انستون 2 نكتب 2 وهذه نطرح منها وين قطع التونجونت اللي هي 0.4 10-3 الا 0.4 10-3 بحكم 0.4 10-3 باش تقابل الزيرو دونك انا ديما نلقى روحي في الفيتاس انستونتاني من لوطا عندي كان فالور واحده نتاع طون اللي هي اللحظه اللي لوج عليها بالنسبه للاخرى تجي صفر خاطر التونجونت باش يقطع مع هذا دونك طون ايكال زيرو دونك ابليكاسيون نيميريك الفيتاس على انستون 2 مينوت قداش باش يجي نجي نحسب الكالكيلاتريس 1.3 الا 0.4 باش تجيني 0.9 على 2 تجيني 0.45 تجيني 0.45 10-3 بالطبيعة ما ننساش لونيتي لونيتي متاعي هي مول مينوت موانز 1 تفهمين ولهنا نكون خرجت الفيتيس الانستون تي الانستون 2 مينوت